كتير صعب علينا نطلع بحلقة اليوم بعد الجريمة يلي صارت ببيروت. يمكن هالكلمات تكون محاولة لظهر من قلبي وجع صرت مقتنعة أنه رح يرافقنا كلنا لآخر يوم بحياتنا وين ما نروح. كل عمرنا منقرأ بالكتب ومنحضر أفلام وثائقية عن أحداث دموية فوق الطبيعة، مثل أحداث هيروشيما وناغازاكي يلي انقصفوا بقنابل ذرية، وكنا بلحظات معينة نصفن ونقول شو حسوا بلحظاتهم الأخيرة، هن مش فهمانين شو يلي عم بيصير معهم وشو القوة الخارقة يلي عم بيواجهوها بآخر لحظات، بس كانوا عارفين أنه عدوهم عم بيهجمهم عشان هن بحرب، حرب عالمية. يمكن في أوجه شبه كتير بين هيروشيما وانفجار مرفق بيروت، حجم الانفجار بالنسبة لحجم المدينة، اللحظات يلي عاشوها الضحايا وهن ومش عارفين شو عم بيصير وشو نوع الانفجار، والوجع يلي شافوه يلي نجيوا بجسمهم من الانفجار وتحملوا وجع مراقبة تقصير الدولة بإدارة الأزمة، والسبب إنه دولتنا هي الأزمة. رح بلش من بيروت. بيروت يلي بتختصر أجمل ما فينا وأبشع ما فينا، بيروت الحب، الحلم، بيروت العلم والفرح، بيروت الناس الحلوة، بيروت الروح الطيبة، بيروت من 50 سنة لليوم عم تغتصب وتندبح وعم تشهد عوسخكن وقذارتكن وضلت تقوم وتوقف بناسها الحلوة لحد ما فجرتوها. بيروت الحلوة بكتكن وين ما كنتوا بالعالم كله، مش بيروت اللي بكتكن على فكرة، سلطتنا هي يلي بكتكن. بيروت الناس يلي ما بتشبه بعضها بس كانت مليانة حب. ببيروت عن جد كان الجامع بعينق الكنيسة زمان، قبل ما يصير جامع نكايب الكنيسة. بيروت كانت مينا الحبايب بس زمان، يمكن أكترنا ما لحق يشوف بيروت قبل ما يحولوها بناسها لنسخة الحرب الأهلية يلي بتشبههم. القهر الحقيقي بلش من بعد ما تفقدنا حالنا وعرفنا انه بعده ما اجى دورنا نموت ورحنا نشوف مين الضحيه الجديده. من قبل ما نعرف تفاصيل الحادث عرفنا انه ما بتروح غير على اللي راح، وعرفنا مين المسؤول، وعرفنا كيف رح يخلص السيناريو، وانه رح يبلش الكذب والنفاق والحقيقه بعمرنا ما رح نحصل عليها كامله. من 50 سنة لليوم ولا مره كان للضحيه الحق يعرف ليش عم بيموت. بلفوا لنا توابيت اولادنا بالعالم اللبناني ليقنعونا انه مات كرمال الوطن، ونحن مجبورين نصدق هالكذبه عشان ببساطه ما حابين نصدق انه نحن رخاص بنظر دولتنا وانه عم نموت ببلاش. لهيك الوجع من اول دقيقه كان كتير كبير. زعمائنا اللي كتار منا مجبور يحبهم ليلاقي اكل لاولاده، زارعين بحضننا مواد كيميائيه بحجم قنبله نوويه. اليوم ما رح احكي مين وكيف وليش وشو الحيثيات والتداعيات، اليوم بس للوجع، الوجع يلي عم نواجه فيه حقيقة إنه سلطتنا بدون استثناء انتقلت من مرحلة قتلنا على البطيء لمرحلة القتل الجماعي بدون أدنى إحساس بشيء. في بيروت أشارت عناصر التحقيق الأولية إلى أن هذا الانفجار ناجم عن تخزين كميات كبيرة من نترات الأمونيوم في مستودع المرفأ، وذلك منذ عام 2014. الثابتة الوحيدة من كل الروايات حتى الآن وجود 2750 كيساً من مادة نترات أمونيوم، ما يوازي 2755 طناً أو ما يوازي 1000 كيلوغرام من التي أن تي، أي 1000 مرة قوة الانفجار الذي استهدف الرئيس رفيق الحريري. 2750 طناً من نترات الأمونيوم المخزنة داخل العنبر 12 في مرفأ بيروت كانت كافية لإحداث انفجار ضخم عد ثاني أكبر انفجار في العالم. إنبلة موقوتة بقلب بيروت، بقلب الناس. انفجار الإنبلة مش حادثة، مش نكبة، هيدي جريمة قتل، مجزرة جماعية عشوائية مات فيها ناس عندها أحلام لبكرة، عندها أحباب كانت رايحة تشوفهم، ناس ما اختارت تستشهد بلا سبب وبلا هدف وبلا نتيجة، وسميتوهم شهداء لتبينوا حساسين؟ أي قضية فدينا فيها أحبابنا؟ قضية إهمال وفساد وجشع وطمع وإرهاب؟ لحد هلأ ما في موقوف؟ مش عارفين مين مسؤول؟
وفوق هيدا كله ما اكتفيتوا تقتلونا وتمشوا بجنازتنا، لا ضربتوا على صدركم تلاقوا القاتل. انا ما عم حمله حصرا المسؤوليه، وطبعا تحمل مسؤوليه كبيره، بس هو معه كتير ناس. اول شيء مدير عام جمرك اللي كان قبله لما كان هو رئيس دائره مانيفست، يعني مسؤول عن المستودع او العنبر رقم 12، كان بدري يعني رئيس دائره مانيفست مسؤول عن العنبر رقم 12، وايضا حسن قرايتم هو مسؤول عن المرفأ، وأمن مرفأ بيروت. هذا منه تفصيل صغير، ما رح نفوت بتفاصيل التحقيق يلي نص اللبنانية مش مآمنين فيه ولا واثقين بنتائجه، والنص التاني رح أبعد بالتضليل والاستثمار، ورح أبعد ليطالب بتحقيق دولة. بدكن ندفع من جيوبنا لمحكمة دولية ما رح تعلق مشانق ما فشرته، ورحتوا ترتموا بأحضان العالم وتشحدوا حلول ومساعدات، وبلشتوا تقسموا الغنايم والتلزيمات. العالم كله عارف بفسادكن وبإجرامكن، ولو بدوا يساعدكن على سواد عيونكن كان ساعدكن قبل لما سرقتوا مصرياتنا ونهبتوها. هول المساعدات شفقة على شعب مجبور بقرفكن، شفقة على مدينة كل الناس قدستها وكل الناس شافت شو عملتوا فيها. فرنسا أرسلت وترسل طائرات محملة بمساعدات إنسانية. إيطاليا وضعت بدورها سفينة حربية تحمل تسهيلات طبية بتصرف لبنان، كما أرسلت 250 رجل إطفاء. وترسل قبرص أطقم أنقاذ ومساعدين طبيين ومواد غذائية غير قابلة للتلف، بالإضافة إلى الألومنيوم والزجاج. مزيد من المعدات الطبية والأدوية وصلت من اليونان ومصر وإيران وتركيا. وزارة الطوارئ الروسية أعلنت عن إرسال 5 طائرات ومستشفى ميدانياً وطاقماً طبياً ومختبراً لتشخيص فيروس كورونا. من جانبها أعلنت السلطات الهولندية أنها أرسلت 67 عامل إغاثة إلى بيروت، في وقت أعلنت بولندا عن إرسال طائرة مساعدات تقل فريقاً من رجال الإطفاء وكلاباً مدربة. المملكة المغربية بدأت بالمساعدة وترسل 8 طائرات محملة بمساعدات إنسانية وطبية، بالإضافة إلى طاقم طبي عسكري لإقامة مستشفى ميداني. الكويت أطلقت جسراً جوياً سيتواصل ليومين لإرسال مزيد من الطائرات التي تحمل مواداً غذائية وطبية. في وقت أعلنت قطر عن جسر جوي من المساعدات للبنان وبدأت بإرسال مستشفيات ميدانية. وأهم من المساعدات اللي إجت من برا هو الحقيقة المطلقة يلي انبصمت بالدم، إنه اللبناني يتيم. ما شفنا ولا صرخة استغاثة بالدولة، ولا حدا ناشد نائب أو وزير أو مسؤول، إلا كم منافق جاي وقتهم بالحزاب. هلأ بس رح أحكي عن كتاف انصفت حد بعضها بك عليها الموجوع، عن إيدين شالت النار والحديد والإزاز باللحم الحي لما كنتوا واقفين على وجهات البنوك اللي تكسرت تتحموها. بدي أحكي عن شبابنا يلي صنعوا معجزة شافها العالم كله لما نزلوا تاني نهار على شوارع المدينة كلها، على بيوت ناس ما بيعرفوها، وقدروا يرسموا بسمة أمل صغيرة لختيار كان عم يتمنى يموت ببيته يلي راح قدام عيونه، وقالوا له بلا ما يحكوا إنه بيروت ما بعمرها كانت حجار لنبكي على الحجر. بيروت ناس شايلين على كتافهم ومش عم يقبلوا إنها توقع. بدي أحكي عن بيوت انفتحت بكل لبنان، من شماله لجنوبه لجبله لبقاعه، واستقبلت الناس بحب كبير. بيوت ما بعمرها شافت الفرق يلي جربوا السياسيين يزرعوا فينا. بدي أحكي عن عيون ما منعتها العتمة يلي تحججتوا فيها من إنها تفتش على المفقودين، بركي بتبرد دمعة أم أو أخت أو بي. شو بعد ببرد الدمعة؟ بال2015 صار بمرفق بالصين مثل يلي صار عنا، وكمان بعتوا رجال إطفاء وشرطة بدون ما يخبروهن إنهم رايحين على الموت بإجريهم. بالصين الدكتاتورية مثل ما بيسموها توقف 49 شخص، من بينهم الرئيس ونائب رئيس الشركة المديرة للبور، وكل موظف ومسؤول رسمي ساهم بتزوير الوثائق والمستندات، وكل مسؤول استهتر بالإجراءات الأمنية وإجراءات السلامة، وكل مسؤول غض النظر وارتشى ليغض النظر عن الموضوع. وبالنهاية صدرت أحكام بالسجن والإعدام على كتار من الموظفين، وإعدام رئيس الشركة المسؤولة عن المرفأ. المفروض تكون الاستقالات بالميات اليوم لو في ضمير، بس نحنا مش طالبين استقالات. نحنا ما بدنا مسؤول يستقيل وينزل على بيروت يكزدر مثل السواح يتفرج على المعالم السياحية يلي مكسرة ويبعت شبيحته يضربوا الموجوعين. مش كنت عرضنا هالكم قبضاي يساعدوا الناس يظهروا العايشين من تحت الردم قبل ما يموتوا؟
قلت لكم بهالحلقة ما في حسابات، بهالحلقة في وعد لكل قلب احترق، وكل القلوب اللي احترقت ما رح يطفي قلوبنا غير مشانق معلقة على المرفق. أول شي بدنا نسترجع كل أهلنا يلي ما عارفين عنهم شي، بعدين رح نعرف مين أهمل ومين سكت ومين خطط ومين دبر ومين نفذ ومين استفاد. كل بيت بلبنان خسر حبيب ورح نحاسب بكل الطرق، ومن بعدها جيبولنا محكمة دولية تحاكم الشعب. جرحة بالبداية في برا بخطرة وبرا بهيدة بوجنا طارت من ضغط. شو هالدولة؟ وينو مين دق باب للشباب اللي اجوا ودقوا باب ليساعدونا لليرة ولا مصرية؟ قلت له انتو لازم تكونوا النواب، انتو لازم تكونوا الوزراء، مش هيدول اللي قاعدين يتفرجوا علينا كيف عم نموت. ليه؟ ليه؟ شو ذنب الشعب اللبناني؟ حرام عليهم. صن شباب كبون هيك بالنار، لو كان عم بخلص حدا زلمه مره ولد ما بزعل هالقد. تنشفوا لنا قلبنا، حرقوا دين انفاسنا، جوعونا، قهرونا، حرام عليهم. الشعب اللبناني ما لازم ينهار. وعيفتكروا نحن ضعفنا؟ هل انا اقوى بهالعمر؟ اقوى من كل مره. هالشي ما رح يخوفنا. حرام عليهم، حلوا عنا. انا بتمنى نلاقي جدته، انا اجيب شقفي منه. أنا بتأمل نلاقي مباطن. خي توفى. بدي دفنته. أنا خي توفى. دفنته محمد نور دوغان. الله يرحمه. دفنته. وعنده طوم بنات. عمرهم 9 سنين. راح هيك وهي مرته. انتبهي يا مدام بس. راح كرامة شوب. راح كرامة شوب بارح أنا نزلته. عمره 42 سنة. محروق قرب لقلبنا، انكسرنا، نهدينا، كرمال مين؟ راح ترك ولاده. بنته بتقول لي عمي وين بيي؟ شو بقول لها وين بيي؟ شو بقول لها؟ بقول لها وينه؟ بقول لها مات؟ مات؟ بقول لها مات؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، هيدا اكثر شي بقوله. محروق، مخلوق، تمام. دفعت خيي انا دفعت بيديه.